مرحبا. من قيم ذاتنا مرات كتيرة أعلى من الناس، ومننصب حالنا حكام عليهم، ومنحاول إنه نخليهم يشبهونا. لهالسبب الأستاذ بيشتغل على تلميذه تيشبهه، والبي بيشتغل على ابنه، والأم على بنتها، بدل ما نساعدهم تيكونوا هني. منشوف حالنا فيهم. البي إذا كان طبيب بده ابنه يكون طبيب مثله، والمحامي بده ابنه يكون محامي، والمهندس بده ابنه يكون مهندس، والخوري بده ابنه يكون خوري، والنجار يكون نجار. الشي ذاته بغض النظر إذا كان الابن موهوب لهالوظيفة أو لا، بس لما بتصدر الأحكام مضطر إنك تلبس عوينات بيك حتى لو ما بتقشع فيها، وتمشي الطريق يلي رسم لك إياها ويلي معود على هالشي مع ابنه. مرات كتيرة بنصب حاله حكم على باقي الناس، وبدو ياهن يكونوا على ذوقه، أو حكمه بيكون مبرم فيهن إنن ما بيسوا. كنت أنا على ماشي بدي تقلك اليوم، تأكد إنك ما رح بتقدر توجه الرياح، أنت قادر تعدل الشراع حسب اتجاهها. نفس الشي مع البشر، ما بتقدر تغير نفسياتهم وتجبرهم يشبهوك، لما بتقدر تتعامل معهم حسب نفسياتهم. والله معك.